السلام عليكم. أثارت التطورات التي شاهدها جبل جالس في مديرية القبيطة رد فعل وصف بأنه الأقوى من جانب المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ. الأخير قال بمنشور له على مواقع التواصل الاجتماعي إنه التقى مع وفد الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام وعبر عن استيائه الشديد مما حصل في جبل جالس، كما وصف ذلك بالتطور الخطير الذي يمكن أن يهدد المشاورات برمتها. موقف لن يؤثر في نظر المراقبين على مخطط التصعيد العسكري المتواصل الذي يعتمده الانقلابيون بالتوازي مع مشاركتهم السلبية والمعطلة في مشاورات الكويت، وعلى نحو يفهم منه بأنه يأتي في إطار من الرضا الكامل من قبل الفاعلين الدوليين الذين يقفون خلف الرؤية المثيرة للجدل التي عرضها المبعوث الأممي بالأمس على مجلس الأمن الدولي. جبهة القبيطة شهدت منذ أشهر عدة صمود المقاومة الشعبية في ظل محدودية الإمكانيات وسط خذلان واضح من قبل المنطقة العسكرية الرابعة التي أدارت ظهرها للمقاومة في منطقة تمثل أهمية استراتيجية كبيرة وتؤثر بشكل كبير على دور القاعدة العسكرية الأكبر في جنوب اليمن. يأتي ذلك فيما شرعت الميليشيا في تفجير منازل المقاومين وتنفيذ حملة اعتقالات في أوساط الأهالي الذين أظهروا قلقا كبيرا من أثر المعارك التي تدور في منطقتهم وما تلحقه من أضرار فادحة في ممتلكاتهم وبالأخص خزانات المياه. إذن عن تطورات المواجهات في جبهة القبيطة بعد سقوط جبل جالس في قبضة الميليشيا وعلاقة ذلك بالمشاورات نخصص حلقة اليوم من المساء اليمني. نبدأ النقاش ولكن بعد متابعة هذا التقرير. جبل جالس محطة أخرى في مسار المواجهات المسلحة مع الإنقلابيين. عند هذه المحطة سجلت النهاية الأكثر حزناً لجولة غير متكافئة من القتال لم تفتقد فيها مقاومة القبيطة للشجاعة قدر افتقادها للذخيرة وللدعم وللإسناد الميداني للجيش الذي يمتلك السلاح والتمويل. تطورات اليومين الأخيرين في جبل جالس تكشف عن أن الميليشيا وجدت في مشاورات الكويت غطاء مثاليا لمواصلة جرائم الحرب وتوسيع نطاق هذه المواجهات على نحو لا تتأثر معه بدعوات المبعوث الأممي إلى وقف الأعمال القتالية أو استيائه الشديد مما حصل في جبل جالس ووصفه إياه بالتطور الخطير الذي يمكن أن يهدد المشاورات برمتها. بعد أشهر من الصمود والمواجهة الشجاعة مع الاعتداءات المتكررة للميليشيا اضطر حراس الجبل إلى الانسحاب، ليس لشجاعة المعتدين بل لتفوق خطهم الناري وعتادهم العسكري وللخذلان الذي لا يمكن فهمه من المنطقة العسكرية الرابعة والتحالف. جبل جالس بمديرية القبيطة التابعة إداريا لمحافظة لحج ليس مجرد مرتفع، فهو يضم محطة رئيسية للاتصالات كان المندوب الدائم لليمن لدى المنظمة الدولية السفير خالد اليماني قد حذر من إمكانية انقطاع الاتصالات عن المحافظات الجنوبية إذا ما استهدفها الإنقلابيون. وتستهدف في منطقة القبيطة الاستيلاء على جبل جالس الاستراتيجي حيث توجد فيه محطات الاتصالات للمحافظات الجنوبية، ويتوقع قطع الاتصالات عن المحافظات الجنوبية قريبا نتيجة لهذا الاعتداء الشامل في كل الجبهات. جبل جالس يمثل أيضا فضاء يعج بالعمران وبالحياة، فهو جزء من مديرية تمثل إحدى أكثر مديريات البلاد تعدادا للسكان وأكثرهم نشاطا وإسهاما في الدورة الاقتصادية وفي الجهاز الإداري للدولة. أوساط المقاومة في هذه المديرية كشفت عن رحلة من المعاناة عاشها عناصرها معتمدين على إمكانياتهم الذاتية وعلى ما يرفضهم الأهالي من دعم هو أقل بكثير من احتياجاتهم وحاجتهم للصمود في وجه هجمات الإنقلابيين التي ازدادت شراسة بعد أن تحرروا من التأثير الفعال لطيران التحالف. من على قمة جبل جالس وغيرها من جبال القبيطة يمكن للأسلحة الثقيلة أن تعطل الدور الاستراتيجي لقاعدة العند، وهو التحدي الذي لم يحسب له حساب من أولئك الذين انحشروا في شرنقة التفكير الشطري والمحاولات اليائسة لإعادة تعيين حدود تجاوزها التاريخ في ظل ما يصفه المراقبون بالسكوت المثير للريبة من قبل قوات التحالف. بداية مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور. أهلا بك. دكتور إذا ما بدأنا سياسيا، كان هناك بالأمس جلسة لمجلس الأمن تحدث فيها ولد الشيخ بقدم إحاطة للمجلس وكذلك تحدث السفير خالد اليماني سفير البلاد في الأمم المتحدة ألقى بكلمة ومن ثم خرج مجلس الأمن ببيان، ما رأيك بما جاء سياسيا بالأمس؟
أعتقد أن ليس لم يكن مفاجأة ما تم الخروج به من حيث أنها إحاطة شهرية وهناك لقاء شهري لمجلس الأمن، ولكن لماذا؟ لأن إذا ما كان هناك مخرجات ستتحول إلى إجراءات عملية على الواقع، نحن نعلم ومن خلال كثير من تجارب العالم أن يبدأ مجلس الأمن بإعطاء نوع من الضغوط التي تتمثل بتهديدات باتخاذ قرارات معينة، ولكن هذا لم نشهده. على سبيل المثال ملف حقوق الإنسان، ملف تحميل المسؤولية للإنقلابيين بما يمر شهرين الآن دون تقدم خطوة واحدة، هذه المؤشرات لم تتمهم. بدأوا بما يسمى فصل الجانب الميداني عمل السياسي بهدف الحفاظ على ماء الوجه، كما تعلم أنه لا يمكن لنا الحديث عن فصل الجانب السياسي عمل ميداني. هناك إجراءات بلا ثقة، وهناك الجماعات تعلن عن نيتها للسلام والاتجاه إلى مسار السلام من خلال بعض المؤشرات المتعلقة برفع الحصار، المتعلقة بعدم تزويد الثكنات العسكرية بالمؤن والأسلحة. كل هذا لم نشهده. كل ما شهدناه أن ولد الشيخ لا يريد أن يعلن فشل مشاورات الكويت، لأن الهدف من التمديد سيكولوجيا وسياسيا عملياتيا على ماذا يقوم؟ يقوم عندما أنت تقوم بتمديد فترة لا سلم لا حرب لفترة طويلة، أنت قد حافظت على الجماعات في مواقعها العسكرية وخلقت نوع من واقع موضوعي جديد. يعني عندما قوات الانقلابيين تصبح في أماكنها وتحاول أن تعزز لفترة طويلة، فإنها أصبحت تمثل هذا الثقل في هذه الأرض، يعني أي أنهم موجودين في هذه المساحات الجغرافية، وهذا وزنهم في المفاوضات، وهذا الآن ما يفسر هذا التطور والتقدم في الجغرافيا ومحاولة السيطرة على وسائل الاتصال، محاولة السيطرة على منافذ المدن، محاولة يعني إحكام الحصار على مدينة تعز، محاولة يعني هذه كلها المؤشرات تدل على أن الإنقلابيين المخلوع صالح الحوثيين رقم يمثل وزنه في الميدان. الذي ومن هنا المؤشرات كلها، الفجوة كبيرة جدا بين الخطاب ما يصرح به ولد الشيخ وبين المؤشرات الواقعية على الميدان. نحن مجلس الأمن أعطى في 2016 10 أيام مهلة ولم يلتزم. اثنين، عندما يتحدث عن خارطة الطريق، نحن كان لدينا خارطة الطريق متمثلة في المبادرة الخليجية وتم الالتفاف عليها من خلال التفجيرات ومن خلال محاولة وصول الدولة إلى فراغ دستوري، من خلال لو تابعنا تفجيرات المدن، الكهرباء، أزمة اقتصادية، خروج المواطنين، إسقاط الحكومة، كل هذه العمليات كان هدفها ماذا؟ هذه خلال اتفاقية دولية ترعاها الأمم المتحدة، ترعاها دول التحالف، وبهذا أوصلوا البلد إلى ما يسمى بالفراغ الدستوري. ولكن كانت المادة 7 فقرة باء تتحدث عن تنتهي المرحلة الثانية، وكانت يعني بانتخاب الرئيس والاستفتاء الدستور أربكت الإنقلابيين، مما أدى إلى بعض العمليات في مجمع العرضي العسكري الذي أدى إلى رفع الملف إلى مجلس الأمن. بالتالي عندما نتحدث عن خارطة الطريق بهذه الشاكلة، فنحن أمام توجه دولي يسعى إلى إيجاد تسوية للتسوية، ليس تسوية مستدامة، تسوية بالمحافظة على الجماعات في مواقع. وهذا ما يفسر هذا الصمت على حصار تعز، هذا الصمت على توسع وتعزيز مواقع الإنقلابيين في أماكنهم، هذا ما يفسر عدم توجيه كثير من تفعيل لجنة العقوبات ومتابعة المخلوع صالح، بمعنى أن هناك توجه دولي إلى إيجاد تسوية تمثل الجماعات ويكون أضعف طرف هو السلطة الشرعية. وبالتالي أعتقد أن اللاعب الرئيسي الذي سيلعب في هذه اللعبة هي السلطة الشرعية، التي نسألها يعني لماذا هذا السكون وهم يتوقعون. طيب، كان للسفير خالد اليمني كلمة في مجلس الأمن بالأمس، كانت كلمة وصفها الكثيرين بأنها كلمة معبرة عن آمال الشعب، كيف وجدتها أنت؟ أنا عندما أتحدث أشعر أن النخبة السياسية اليمنية لديها مسافة فاصلة بين الخطاب وبين الممارسة على الواقع. عندما نتحدث عن جبل جالس وعن أهمية الاستراتيجية، ما الذي يفسر عدم تقدم قوات المناطق الجنوبية أو تعزيز هذه المناطق للحفاظ على هذا الموقع الاستراتيجي؟ لماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة من قبل المنطقة الرابعة وغيرها أو المناطق العسكرية ذات العلاقة بهذا الموقع الاستراتيجي للحفاظ عليه؟ لماذا لا نتحدث إلا أثناء ما نخسر هذه الأماكن؟ نحن أمام
أسئلة من قبل السلطة الشرعية، الحديث عن شرعية، عن الخطاب الشرعي وعن ممارسات مناقضة لذلك، نحن أمام هذا التناقض. لذلك أنا لا أعتمد كثيرا على خطابات الدبلوماسية. الدبلوماسية الدولية تقوم على الواقع، المعطى الواقعي، أين أنت في الواقع الجغرافي، أين أنت في الواقع المؤسسي. نحن بحاجة من السلطة الشرعية أن تجيب لماذا حتى الآن تعز محاصرة ولم تقوم تحرك هذا الملف. لماذا تتقدم قوات الإنقلابيين للاستيلاء على مواقع استراتيجية وتزود مواقع ولم نجد أي تحرك؟ لماذا حتى الآن لم توجد حملة تعبئة عامة للمواطنين؟ قبل يومين تحدث عن الوحدة الوطنية رئيس الحكومة، لكن الحديث عن خطاب في شريط أخبار عن تعبئة للروح الوطنية لا يكفي في هذه المرحلة. نحن بحاجة إلى تعبئة وطنية عالية. هل نتحدث عن تعبئة وطنية بعد أن تتشظى اليمن؟ نبدأ نتحدث عن ذلك؟ لماذا لا يتم ما يسمى بخطط استباقية لما سيأتي؟ لماذا لا نضع خطط استباقية متابعة تتابع تحركات الإنقلابيين وتستبق المواقع الاستراتيجية؟ لذلك الحكومة اليمنية تحدثت عن ملف حقوق الإنسان بعد فوات الأوان. صحيح أن كان الحديث يعني أن هناك متابعة دولية، هو خطاب للخطاب، لكن المتابعة الدولية لا تأتي عن أن السلطة تضع لائحة حقوق الإنسان لمتابعة المخلوع صالح. هناك قرار مجلس الأمن تحدث عن المخلوع صالح وعن عبد الملك الحوثي، ولكن نحن بحاجة إلى شبكة من العلاقات الدولية لتحرك ملف ومتابعة حتى على المستوى المعنوي والرمزي لمتابعة كل الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب اليمني. نحن بحاجة إلى أن نحرك ملف الأموال المنهوبة بإحراج دولة الإمارات العربية المتحدة بما لديها من أموال منهوبة من الشعب اللي نهبها عائلة المخلوع صالح، وبالتالي اليمن بحاجة إلى محطات كهرباء وإلى بنية تحتية. نحن بحاجة إلى هذه الأموال. لماذا لا يتم الضغط على أحد دول التحالف لاسترداد أموالنا؟ لماذا لا يتم الضغط على هذه على أفراد عائلة المخلوع صالح على الأقل باحترام الوجودهم في مناطقهم؟ هم يديرون كل شيء من الداخل. نحن أمام خطاب أمم متحدة. نحن تحدثنا هذا الكلام في أكثر الموقع، وقلنا أن المجتمع الدولي له أجنديته، والمخلوع صالح والإنقلابيين ما زال هناك. عندنا لدينا قضية أخرى لو سمحت. المخلوع صالح كلما الحوثيين يعني هم الآن الحوثيين لديهم استراتيجية واضحة اللي هي المحافظة على وجودهم بما حققوا، لأنهم الآن أدخلوا في الخارطة الوظيفية الأكاديمية والمدنية آلاف من التعيينات، ولديهم في المؤسسة الاستخباراتية الأمنية تقريبا يقارب 60,000 أو أكثر في المؤسسة العسكرية والاستخباراتية. لديهم سلاح قد تم تخزينه في منطقة صعدة، وبالتالي حققوا هذا الوجود، وبالتالي هم يريدون بقائهم دولة في الدولة. إذا وبالتالي سيذهبون إلى اتفاقيات، يعني يبحثون عن حكومة توافقية، عن تسوية مع القطع، مع أي تحمل مسؤولية عما تم. المخلوع صالح كلما هؤلاء سعوا بهذا الجانب هو أيضا يعلن ويقوم بارتكاب انتهاكات ليقول أنا ما زلت اللاعب الرئيس وأنكم لن تنعمون، لابد أن تتفقوا معي. نحن ينبغي ألا نتعامل بهذا الفصل. هؤلاء الجماعتين ينبغي التعامل معهم بشكل متساوي. هناك من يخطط ويقول أننا سنعزل الحوثيين عن المخلوع صالح. أنا أقول أن العزل هذا سيكلفنا ثمنه عاليا، لأن الحوثيين هدفهم الاستراتيجي قد تم. إذا ما حاولنا العزل في هذه المرحلة وتركنا لهم السلاح وتركنا لهم حتى لما يقود الانسحاب من العاصمة صنعاء، هذا وهم. فالموضوع سيؤجل المعركة إلى ليس تأجيل. نحن سنخلق حالة أكثر صعوبة من لبنان. بالتالي سيصبح القرار السياسي في منطقة صعدة. اثنين، هذا ليس كافي، سنخلق نوع من التأزم الحاد القابل للانفجار نظرا للجرائم التي ارتكبوها، وبالتالي عندما تكون الذاكرة مثخنة بهذه الثارات والجراح لا يمكن لك أن تحقق تسوية. اثنين، الشعب اليمني له تعبئة ما يقارب فوق ما يفوق خمسة عقود. نتحدث عن الجمهورية اليمنية، عن المواطنة المتساوية. الشعب اليمني عاش خاصة في مناطق حتى الجنوبية، يعني كان سلطنات، لكن نقول نحن لدينا الآن نحن في قرن نتحدث عن المواطن الكوني، وبالتالي عندما تعيدني إلى التراتبية السلالية إلى ما قبل التاريخ الغابر، فإننا سيصبح هذا الاحتقان له بعدا وطنيا وبعدا حضاريا، وبالتالي سيكون هناك كثير من الانتفاضات. اثنين، الشعب اليمني لن يقبل هذه السلالة أن تحكمه مرة أخرى. طيب دكتور، دعنا نشرك في حوارنا الجانب الميداني
الثاني ينضم إلينا الآن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد سمير الحاج. مساء الخير سيادة الحميد. مساء النور أخي العزيز. أهلا بك سيادة الحميد. أنتم في القوات المسلحة كيف تتابعون الخروقات المستمرة وتفجير الوضع الميداني أكثر فأكثر من قبل الميليشيا وآخر ما تم يعني السيطرة على جبل جالس؟ شكرا لك أخي الكريم ولضيفك العزيز الدكتور عبد الباقي أستاذنا جميعا. على أي حال أنا أتحدث عن حقيقة وضع يعني كما سمعت من جزء من حديثكم بأنه وضع مستغرب. الآن نحن نتحدث عن مسألة يعني التهدئة وإيقاف إطلاق النار وكل ما بدأنا نتكلم عن أحداث خطيرة و يعني جرائم ترتكب، كل ما تم الإجابة بأننا الآن نبحث في حلول سياسية ودبلوماسية. عندما بدأنا نتحدث عن اختراق كبير جدا لاجتياح معسكر العمالقة قيل أن الأمور ستعالج لجنة، ثم غاب هذا الأمر عندما قلنا أن هناك مجازر ترتكب في شوارع تعز وفي حارتها وزقتها حتى اليوم. أيضا قيل أنهم قد استنكروا وشقبوا قيل من واليوم عدنا لنتحدث عن اختراق ضخم وهو محاولة أخرى لقطع اتصالات الجنوب بالكامل وربما محاولة العودة لاجتياح المناطق الجنوبية. سيادة الحميد يعني هذه المقولات تأتي من قبل من؟ هل هناك قرار سياسي يعيق تقدم القوات المسلحة للرد على انتهاكات الحوثيين؟ هو في إشكالي أن نحن نتحدث عن دولة وعن كيان دولة. هذه الدولة عندما تتكلم مع المجتمع الدولي وتتكلم مع العالم هي في الأخير تتبعها القوات المسلحة وتتبعها الأجهزة الأمنية وتتبعها جميع التفاصيل المقاومة، ومن ثم نجد أن هناك حالة انضباطية الحقيقة أصبحت يعني متعبة جدا للجيش الوطني والمقاومة، وحالة من الاستهتار والانفلات المطلق للميليشيات في كل الأماكن. يعني لا زال الاجتياحات والضرب والقتل البيضاء، ولا زال الضرب على المنطقة الثالثة وقتل كثير من المجاميع، لا زال الإبادة الجماعية ترتكب في تعز تحت سمع وبصر ربما الجميع. فلذلك هذا هو الذي ربما منع تحرك الجيش الوطني بشكل واسع، وكان يفترض أن هذه الأفعال يكون لها إما ردود فعلا قوية من قبل من يريد أن يهدئ ولا يصعد، أو أن يترك الخيار للجيش الوطني لاتخاذ قراراته التي ربما هي ستتوافق مع إرادة الشعب الذي أصبح يبصق ويضرب في كل لحظة. طيب السؤال يعني أين ردة الفعل من قبل الجيش الوطني وكذلك تحديدا المنطقة العسكرية الرابعة التي تقع منطقة القبيطة تحت سيطرتها؟ هناك تقدم للحوثيين وليس هناك رد من قبل القوات. طبعا بخصوص منطقة القبيطة ربما الدكتور أيضا يعرفها جيدا، هذه المنطقة هي عبارة عن نقاط جبلية تقع ما بين محافظتي لحج وتعز، وهي في الحقيقة لا توجد فيها يعني قوات للجيش الوطني، هي عبارة عن مجامع من المقاومة، وكان يعني ربما يعني يراد لهذا العمل هو فقط ربما الظهور على الأرض، وأيضا عمل مستقبلي ربما يخطط له لاحتلال هذا الجبل الاستراتيجي للسيطرة على ما سيأتي. المنطقة الرابعة الحقيقة حتى الآن فعلا ما تحركت، لكن ربما لم يكن في الحسبان أنه ستعود المعركة بهذا الشكل نظرا لوجود حالة من التهدئة وحالة من وقف إطلاق النار وأشياء كثيرة. إنما أعتقد أن هناك لابد من تحرك قادم وتحرك سريع ما لم سيكون الأمر في غاية الخطورة. يعني أفهم منك سيادة الحميد أن لم تضع القوات المسلحة في الحسبان أن هناك تهديد على قاعدة العند الجوية وهي أكبر قاعدة عسكرية في جنوب البلاد من قبل الحوثيين، وهناك يعني خروقات مستمرة منذ أن بدأت المشاورات ومن قبل ذلك أساسا، والقوات المسلحة لم يكن ذلك في حسبانها أم كيف؟ الحقيقة في كل الجبهات أنت لو تتابع معي كل الجبهات التي كانت فيها قوات مسلحة نظامية جيش مثل منطقة الجوف، منطقة مأرب، منطقة نهم، المناطق حتى المنطقة حتى محافظة تعز التي فيها جيش ومقاومة وطنية منظمة مرتبة في تلك الأماكن، كان عندما يكون هناك اختراق يأتي رد الفعل سريعا.
إنما هذه المنطقة النائية والجبلية والبعيدة والذي عبارة عن هو جبل استراتيجي لكنه ربما تقع عليه جميع أجهزة الاتصالات التي تغطي مناطق الجنوب بالكامل. الحقيقة لازلنا نتعامل نحن مع عمل ميليشياوي ولا زال رد فعلنا ضعيف، دعنا نعترف بذلك. طيب ما هي الخطوات المتوقعة الآن بعد أن حدث ما حدث، بعد خروقات الميليشيا وسيطرتها على هذه المنطقة الاستراتيجية وتهديدها المستمر لبقية المناطق الجنوبية لقاعدة العند لحتى عدن؟ هو لا يوجد إلا رد فعل واحد وهو يعني دعم فصائل المقاومة الموجود في المنطقة وأيضا تحرك قطاعات من القوات المسلحة للرد على هذا الاختراق، لأنه أي تماهي أو سكوت أو ربما يعني غض طرف سيكون تأثيره بالمؤكد سلبي جدا على المناطق الجنوبية وعلى حتى المشهد بشكل عام. طيب إذا ما تحدثنا عن يعني المستقبل، ما الذي تنتظره القوات المسلحة لحسم الأمر عسكريا؟ هل بمجرد مثلا، وهناك مؤشرات كثيرة على فشل مشاورات الكويت، هل بمجرد إعلان هذا الفشل ستتحرك القوات عسكريا لحسم المعركة مع الحوثيين؟ في تقديري لا بديل لهذا، لا بديل غير هذا، وأعتقد أن جميع القطاعات جاهزة والقوات المسلحة جاهزة إذا لم يكن هناك أي نتائج فعلا عملية خلال ربما فترة ما تبقى من شهر رمضان. أعتقد أن المشهد سيكون آخر ولا بد من قرار آخر ستتخذه إن شاء الله الحكومة لاستكمال ما تبقى من عملية تحرير المحافظة والمدن. بدون ذلك لن نتقدم أي خطوة ولن يكون هناك أي، نحن نتحدث عن ميليشيات لا تؤمن إلا بفعل القوة، فإذا ما استسلمت للسياسة فلا مشكلة لدينا، ولكن أعتقد أن الحل السياسي هو بعيد ولا بد من الاستعداد والتجهيز للرد فعل آخر ربما هو الذي سيحسم الموضوع. طيب يعني منذ سيادة العميد، منذ أن وصلت القوات إلى مشارف صنعاء تحديدا في نهم، هناك قل الحديث أكثر عن موضوع التقدم العسكري، وكان هناك علامات استفهام كبيرة عن مدى مشاركة قوات التحالف بهذه الفترة في العمليات العسكرية ورد الفعل تجاه خروقات الحوثيين. ما هو طبيعة الوضع بهذا الخصوص؟ بخصوص قوات التحالف دعني اولا اؤكد لك بانه لا زال يعني التنسيق على اعلى المستويات ولا زال هناك رد فعل من التحالف لاي تحركات يقوم بها الانقلابيين في عده مناطق، ولا زال يعني التنسيق مستمر. نحن الان نتحدث عن يعني استقبال رئيس هيئه الاركان العامه لنائب قائد القوات البريه في منطقه مأرب لتنسيق اوضاع ما بعد المحادثات سلما او حربا. الامور اعتقد انها لا زالت تسير، لكن دعني، هناك اشياء في السياسه لا علاقه للجيش فيه، ربما هي التي اخرت حركه الجيش، وان شاء الله ما لم تحسم السياسه سيحسم القوات المسلحه. طيب بسؤال اخير سياده العميد، هل هناك يعني مؤشرات لديكم على وجود ضغوط دوليه لايقاف العمليه العسكريه الخاصه حتى بالقوات المسلحه التابعه للجيش الوطني في الارض؟ ربما هذا السؤال يوجه للإخوة السياسيين. أنا أتحدث كعسكري وكناطق باسم الجيش، أقول لك نحن نتلقى توجيهاتنا وتعليماتنا من القيادة السياسية والعسكرية، ومن ثم نحن أي توجيهات وأوامر ستأتي أعتقد أنها ستنفذ بغض النظر عن أي ضغوط. إذن سيادة العميد سمير الحاجة الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. وقبل أن نعود إلى دكتور عبد الباقي شمسان، نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير نستأنف بعده نقاشنا، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور عبد الباقي، لاحظتك تدون الكثير من الملاحظات أثناء حديث العميد سمير الحاج، ما هي أبرز النقاط التي يعني أثارت اهتمامك في حديثه؟ أعتقد هو يتحدث بمصداقية عالية، وهناك أعتقد الآن مجموعة من ما يسمى الفجوات بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، هناك نوع من التشتت لدى القيادة السياسية والعسكرية، كل طرف لا يعرف من الذي يحدد هذه السياسة على مستوى الواقع، وبالتالي هل رئيس الحكومة في عدن لديه من الصلاحيات إلى اتخاذ ما هي حدود إجراءاته على مستوى إدارة الشام العام وعلى اتخاذ القرارات التي يتوجب اتخاذها، أم أنهم هناك غرفة عمليات مستقلة وبالتالي لا حساباتها؟ يعني نحن الآن عندما نتحدث عن
جبل جالس، وبالتالي هذا الموقع الاستراتيجي أعتقد أن هناك أسئلة تتعلق لماذا في فترة سابقة لم تعزز القوات هناك ولم يتم، طالما أنه يحتل هذه الأهمية الاستراتيجية، بالتالي كيف أترك هذا الموقع الاستراتيجي والحيوي المتعلق بالاتصالات بدون توفير نوع من الحماية الكافية؟ اثنين، عندما يتحدثون عن الهدنة تعز تقصف يوميا، وبالتالي هناك انتهاكات صارخة وهناك حصار مستمر وهناك حق وبالتالي الدفاع عن النفس. الدفاع أيضا ليس إيقاف العمليات العسكرية لا يعني أنك لا تدافع عن نفسك، لا يعني أنك تترك الخصم يغير مواقعه العسكرية، بالتالي هذا حتى في ما تم الإعلان عنه أنه ما لم تتحرك القوات الأخرى، لكن نحن نشهد يعني قصف يومي وللمدنيين في مدينة تعز ولم نلحظ أي موقف أو حتى تعليق مفاوضات في الكويت أو حتى الحكومة اتخذ موقف أو حتى بن دغري اتخذ موقف حاسم. وفيما يتعلق في تعز نحن نتعلق المشاورات مستمرة وتعز تقصف، المشاورات مستمرة ومناطق مريس متحرك فيها القوات، هناك استيلاء على جبل جالس، هناك توسع في الجغرافيا، هناك قرارات تتخذ والمشاورات مستمرة، ونحن نعلم مسبقا أن الحوثيين والإنقلابيين لديهم استراتيجية واحدة جدا منذ انقلاب 21 مارس، حكومة توافقية يتم فيها توزيع المناصب، بالتالي لم يتغير هذا المطلب منذ 21 مارس، بالتالي أن تحاور جماعة وضعت خمس نقاط، وضعوا خمس نقاط وأنا أحمل السلطة الشرعية التي قبلت الخمس نقاط أنهم ارتكبوا حق الشعب اليمني كارثة عندما قبلوا خمس نقاط، هذه كارثة سأكررها ونحملهم المسؤولية التاريخية لأنهم وهذا الخصم الطرف الآخر عندما عرف أو طلع على الخمس النقاط وتم الاتفاق عليها في بيلا السويسرية عاد إلى الداخل ولم يأتي في الموعد وقام ب يعني نقضها واتخاذ إجراءات تجعل من النقاط الخمس شيء مفرغ منه، خاصة في المطلبين الأولين اللي هو الانسحاب من المدن، سيطر على المدن، التسليم السلاح إلى آخره، وزع قواته المسلحة، وبالتالي أنت ستسلم من هنا ليسترد من هنا، وبالتالي عندما نتحدث عن السلاح سيقولون السلاح قد دمر، بالتالي اتخذ إجراءات، وبالتالي أنت ينبغي عليك أن تضيف شرط، صحيح أنه قال إلغاء الإعلان الدستوري وغيره، نحن نعلم أنهم سيتجهون إلى ماذا إذا ما مشوا بخطة الطريق التي رسمها بن شير، سيأتي إلى عمليات تعيق التزام بالفترة الزمنية المحددة كما بالتجارب السابقة، ستكون الدولة سلطة شرعية فاقدة للقرار وسيتم تعليق القرارات وإيصال المواطن إلى حد يقبل بأي شيء نظرا للظروف الاقتصادية، وبالتالي لن يسلموا السلاح، لن يتم هناك عدالة انتقالية كما في السابق، بالتالي الحكومة توهم نفسها. أنا كنت أتوقع عندما عادت الحكومة إلى عدن كنت أتوقع أن تعود كبرامج وكحكومة كاملة بكل قياداتها، لديها صلاحيات، لديها موازنة، تستطيع أن تحدد الخطر الاستراتيجي، لديها ما يسمى قيادة عسكرية. نحن الآن نتحدث عن القيادة العسكرية هي في مارب والجوف، لماذا لا تكون لدينا مركز هيئة الأركان القيادة يكون في عدن مع الحكومة، وبالتالي تكون هناك بمثابة وزارة الدفاع، هذه وزارة الدفاع من عدن من العاصمة، بالتالي هذا الحديث عن حكومة يعني هيئة أركان في مارب والجوف، حكومة في عدن، هذا التشتت يجعل من السلطة من الحكومة أمام ليس فقط الرأي العام الدولي، ليس أمام حتى الواقع، أمام المخيال الشعبي، أنه لا يستطيع تجسيد حكومة في مجال جغرافي موحد، بالتالي احنا قلنا عندما تعود الحكومة تعود ككيان يمكن مشاهدته وبالتالي نرى إجراءاته على المستوى الواقع، بالتالي تكون رئيس هيئة الأركان متواجد في عدن يستطيع أن يحدد ماذا يحدث في تعز وماذا يحدث في جبل جالس، وبالتالي يتم هل المنطقة الرابعة تخضع نحن نعرف إلى هيئة الأركان أم أنها لديها أجندة أخرى، بالتالي عليه أن يوجه القطاعات وعلى رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات اللازمة. نحن الآن نتحدث عن أجندات، إلى قبل هذه الفترة كنا نتحدث عن أجندة إماراتية، هذه الأجندة الإماراتية أنا هي التي أدت بنا إلى ما نحن عليه، وأنا أتكلم بكل صراحة يعني من منظور وطني، عندما قعدنا لمدة عام مع نائب الرئيس بحاح ومع المشروع الإماراتي
الإماراتي، نحن وجدنا هناك توجه إلى فصل المناطق الشمالية عمل جنوبية، وبالتالي هذا الفصل هو الذي أعاق استعادة الدولة وتقوية السلطة. بالتالي أنت عندما تكون هناك لديك سلطة تتحدث عن وطن، وهناك ما يسمى أجندة وطنيتين، أجندتين وطنيتين، يصبح اتخاذ القرار عملية صعبة، يصبح تحشيد الجماهير عملية صعبة، يصبح قيادة المؤسسة العسكرية عملية صعبة. بالتالي كيف سمحت لمدة عام لعبد الرب منصور هادي أن يترك بحاح بكل ضبابيته، أن يترك المناطق الجنوبية منعزلة عن الاتساق في مجالها التاريخي؟ الأحزاب السياسية التي تأسست في شمال الشمال في المناطق الشمالية كانت هي فروع لأحزاب الشمالية التي كانت في الجنوب، بالتالي كل الأحزاب معظمها أو 90% منها تأسس في الجنوب ثم كان له فروع في الشمال. الحركة الوطنية تدربت هنا وهناك. هناك هذه المساحة الجغرافية هي اللاعب الرئيس في توحيد المخيال والذاكرة الوطنية. كيف لك أن تسمح بأن يصبح هناك منطقة عسكرية رابعة لا علاقة لها بهذه المناطق؟ هل هذا المشروع؟ طيب هل يأتي ذلك يعني السكوت على ما يجري الآن في جبل جالس ومناطق القبيطة بشكل عام وعدم تقديم، وكما لاحظنا أن هناك ليس هناك أساسا يعني فصائل تابعة للجيش الوطني في هذه المناطق، هل يأتي ذلك في سياق ما كان من قبل من فضل أجندة إماراتية أو ما شابه على الرغم من تغيير رئيس الوزراء؟ هو الحكومة اليمنية بطيئة سلحفات يعني في اتخاذ قراراتها وتنعدم إلى الرؤية الاستراتيجية، وبالتالي هي نحن قعدنا لمدة عام ونحن نتحدث عن أين الحكومة في الداخل، قعدنا لمدة عام نتحدث أن هناك خلل في تعبئة الجماهير، هناك خلل حتى الآن استمر. يعني كيف لك أولا أن صمت لمدة عام ونحن أمام ضبابية؟ ما هو مشروع نائب الرئيس؟ لماذا في عدن هناك استعادة للحياة اليومية ونحن تحدثنا وغضب الكثير منا، وأنا شخصيا أتصل ببعض الشخصيات عليك ألا تتحدث بهذا الوضوح، قلنا أن مشروع كردستان لن يكون مناسبا في مناطق الجنوبية في هذا التوقيت، مشروع كردستان لن يمنح الانقلابيين أعطوا وعود بفك الارتباط، لن يعطوا فك الارتباط وسيعودون ولن يتفرطوا بهذا ولديهم مشروع آخر. بالتالي عندما تقعد يعني تستمر كحكومة عام كامل وأنت غامض ونحن لدينا أسئلة، والآن نحن لدينا غموض، لدينا قيادة عسكرية، حكومة عادت كأشخاص وليس كبرامج، حتى الآن صحيح أن هناك برامج، ليس لديك رؤية استراتيجية. لم بغي أن يكون وزارة الدفاع ومعك يعني القيادة، أنا أسميها القيادة الإعلامية التي تقوم بتعبئة الجماهير، حتى الآن نحن نتحدث عن وزراء كشخصيات، نحن تحدثنا قلنا أين النخبة اليمنية؟ ونحن نعلم أن دول التحالف لن تستطيع أن تتحرك، هناك توجه دولي ما الذي يحدث تغيير النخبة السياسية التي تحرق الجانب الخارجي الواقع. عندما نحن الآن تقصف تعز ونحن نثبت للعالم الخارجي أننا نحن يعني ملتزمون بوقف إطلاق النار، هذا غباء، هذا غباء. يعني هناك مواطنين محاصرين وهناك قصف للمدنيين وهناك تقدم للقوات وهناك السلع الميزانية، ونحن المجتمع الدولي له، وأنت تدرك مسبقا أن اليمن ضمن المخطط الدولي التي يدعو إلى فدرتها وإلى استدعاء ثنائية السنة والشيعة فيها. يعني أنت كنخبة سياسية تدرك الرؤية الغربية أنه لا يريد دولة وطنية بشكلها القديم، بمعنى الدولة اللي يسموها البسيطة، بمعنى التي تكون عبارة عن سلطة مركزية، ويريد هو الآن فدرلة بطريقة العراق، بطريقة سيكون فيها سوريا إذا ما تمت استعادة كثير، سيأتي السوريون وقد هناك كردستان وهناك أكراد وهناك مسيحيون وهناك، خاصة مع تنوع، مع هذا التنوع. بالتالي أنت تدرك كيمني وكنخب سياسية هذا المشروع، هذا المشروع الحوثيين والمخلوع الصالح يدركونه، وبالتالي عندما يتم الحصار تعز وقتلها القطيعة هم يعرفوا أنهم يحققوا هذا المطلب الغربي هنا، وهذا ما يفسر هذا ما يفسر الصمت الغربي على هذا العزل. عندما نحن نسكت كسلطة شرعية، أين الرئيس الجمهورية الآن؟ أين وزير الدفاع؟ عندما نسكت عن هذا نحن مشاركون، عندما يعني نسكت عن هذا الفصل بين المناطق الشمالية والجنوبية لن أنا لا أتحدث عن فكر، يعني لهم الحق في تغيير المصير، قلنا ليس في هذا التوقيت، لهم الحق أن هنا الآن في بريطانيا تعمل استفتاء على فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي، يستطيعون أن في مرحلة لاحقة من هذا التوقيت، لأن مصالحهم الوطنية إذا كنا نتحدث بهذا المعنى أن لهم مصالح وطنية يعني مستقلة عن الشمال، نحن أيضا لنا مصالح وطنية يمنية وهناك آخر لهم مصالح،
علينا أن نحقق الصالح العام للشعب اليمني. بالتالي ليس من حقهم أن يقوم بهذه العملية في هذا التوقيت الذي يؤثر على الشعب اليمني، الذي يؤثر على كل المشروع الوطني. بالتالي حكاية فك الارتباط هذا لهم الحق في استفتاء يتفقوا عليه سياسيا، ليس بهذا التوقيت الذي يفجر اليمني. اثنين، السلطة الشرعية عليها أن تجيب على هذه السنة الفاصل، وعليها أن تعرف أن طالما بقى هذا المجال بين المناطق الشمالية والجنوبية دون أسئلة، تم ظلت المنطقة الرابعة هذه ما هي مهام؟ هل ما زالت مهمة المنطقة الرابعة ما زالت كما هي مرسومة مع المشروع الإماراتي، بمعنى أنها ما زالت تقوم بعزل المناطق الجنوبية عن الشمالية، أم أنها لديها مهمة تشمل مدينة تعز؟ لماذا هذه المنطقة الرابعة التي من صلوحيتها مدينة تعز، لماذا يتم هذا القصف وهي صامتة؟ لماذا لا يتم استعادة جبل جلس؟ هل هناك مشروع آخر؟ أعتقد أن على رئيس هيئة الأركان، إذا كان نائب رئيس الجمهورية وهو نائب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية كقائد عام للقوات المسلحة هم متواجدين بالخارج، أعتقد أن الموقع الرئيسي لرئيس هيئة الأركان مدينة عدن، وبالتالي مدينة عدن يستطيع عليه التحرك. أما البقاء في الجوف أعتقد هنا قيادة عسكرية تستطيع القيام بذلك. بالحديث عن جبل جالس، دعنا نأخذ يعني صورة أكثر عمقا من هناك. ينضم إلينا المتحدث باسم مقاومة القبيطة في لحجة الأستاذ علي منتصر القباطي. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور يا أخي، أهلا وسهلا. حياكم الله أستاذ علي. على مدار شهر يعني نشهد مقاومة بداخل القبيطة، هل تلقيتم إسنادا من الحكومة الشرعية والجيش الوطني؟ للأسف يا أخي، للأسف لم نلتقي أي دعم أو إسناد من قوات المنطقة الرابعة والمحور، قيادة المحور لم يطلع حتى على تقاريرنا. دائما نتواصل معهم، نطلب سلاح ثقيل، نطلب سلاح العدو، أمطرنا في السلاح الثقيل من جميع المناطق المجاورة لنا، من العبوس، من راهدة، من الحجر، من كذا. طيران التحالف بدأ يحلق في الجو، والطائرة والقصف علينا شديد، ولم يساندنا في ضربة إلا في الأخير. غارت علينا دول التحالف السعودية، ولم يغير علينا أبنائنا في المنطقة الرابع أو قيادة المحور. وليس هناك أي ردود فعل من قبلهم؟ هناك صمت أفهم منك؟ صمت تماما، وكأنه يشعرنا حين وكأنه في الأمر حاجة أخرى لم نفهمها. أكثر من 13 يوم إحنا في قبل جالس صامت بأسلحتنا الشخصية والعدو دفانة عسكرية صول عليهم الدولة، يمترنا إحنا فيها نبلغهم وقيادتنا في تزورهم، لكن للأسف لم نجد أي إجابة من أي شخص منهم. طيب هذا الأمر استمر حتى ما بعد سيطرة الحوثيين على جبل جالس؟ حتى يومنا هذا ونحن على تواصل مع قيادة المنطقة الرابعة وقيادة المحور، لكن للأسف لم يسجلوا أي دعوة من دعواتنا. طيب أثناء هذا التواصل ماذا كانت ردود فعلهم أستاذ علي؟ بنشوف بنسوي، لكن على أرض الواقع ما فيش أي حاجة. أما بالكلام ما يهمك بنسوي بكذا، معنا محافظ لاحق يتواصل معنا والعملية محافظة لاحق على تواصل معنا، لكن ما بيدينش أي شيء يقدمه لنا، ما بيدينش آلية عسكرية، ما بيدينش كذا، مش قادرين يقدموا لنا أي شيء غير ذلك. طيب ماذا عن مواقف محافظ لاحق أستاذ علي؟ ما الذي يقول؟ محافظ لاحق يتواصل بنا أمس وتواصل بنا اليوم وباستعداده لدعمنا، لكن أي شيء اللي ممكن يقدمه ما بيدوش أي آلية عسكرية يقدمها. نحن نحتاج سلاح ثقيل، نحتاج مدرعات، نحتاج وقوع عسكرية بعشرات، مش معانا سلاح شخصية للمقاومة بها. طيب أستاذ علي، ما هي المخاطر التي يعني إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه بهذا الشكل، ما هي المخاطر المتوقعة بالنسبة لمحافظة لحج بشكل عام؟ المخاطر المتوقعة يا أخي، جبل جالس مطل على قاعدة العند العسكرية، بعده جبل الياس. إذا سيطروا على جبل الياس بعد جبل جالس سقطت قاعدة العند العسكرية. أقرب سلاح ممكن يصل الآن من قاعدة من جبل جالس سلاح الهوزر والكاتيوشا، إذا ضرب على قاعدة العند يصل مباشرة. نحن مستميتين في الدفاع عن أرضنا، عن وطنيتنا، عن بقدر استطاعتنا قدمنا شهداء، قدمنا كذا، لكن للأسف لم يستجيبوا لنا. في دول في الجنوب، المقاومة في الجنوب لم تعترف بنا، جندوا 18 35 ألف في الجنوب، لم يجندوا شخص واحد من أبناء القبيطة. نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن جانب ميداني أكثر، ماذا هل لديكم إحصائيات عن عدد الجرحى، المصابين، الشهداء؟ هل هناك إحصائيات عن إجمالي الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون بداخل المنطقة؟ الحوثيون منذ دخولهم الكعبين وبتسهيل مشايخ الكعبين فجروا إلى الآن تقريبا 5 منازل لمواطنين، 2 منهم في قيادة المقاومة معنا وهم أقرباء أحد المشايخ اللي قام بالتسهيل له بدخول المنطقة، قتلوا عبوا المسن
داخل بيته راح اقتحموا بيته. الاخ شاهر احمد قادر اقتحموا بيته امس وهرب منه في الرجل وجلس ينزف حتى توفى، مش سامح لحد حتى يسعفه. مستمرين في هذه العمليات الحمقاء اللي يقوموا بها دائما. طيب ماذا عن صحة المعلومات التي تتحدث عن أن هناك قيادات من المقاومة وجرحى منعوا من دخول مدينة عدن؟ نعم، أنا الناطق الرسمي للمقاومة منعت من دخول عدن قبل أسبوعين، ولكن بعد اتصالات وكذا سمحونا بالدخول ولا اعترفوا بنا في منطقة دار سعد. قال لا يوجد مقاومة في قبيطة بهذا الأسلوب، وكأنه في منطقة الرابع عمل منهج وعمل يخدم العدو، لا يخدم المقاومة ولا يخدم الشرعية. المتحدث باسم مقاومة القبيطة الأستاذ علي منتصر القباطي، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. دكتور عبد الباقي، يعني قبل دخول الحوثيين إلى عدن كان هناك نوع من الفهم أن المعركة تخص الشمال، الآن هناك يبدو شكل مشابه من هذا الفهم، وكما سمعنا من حديث الأستاذ علي منتصر القباطي ليس هناك دعم، هناك نوع من يعني الشيء الذي لا يفهم بتطنيش أو ما شابه من قبل الحكومة والقيادات المتواجدة هناك، ما الذي يجب فهمه؟ هو سنتحدث بوضوح، هو كان هذا الشأن أن كل ما هو منذ حتى الثورة الشبابية وهم يتحدثون عن أن ما يحدث في المناطق الشمالية شأنا شماليا، وهذا قصور في النظر. ولكن أثناء بعد استعادة السلطة الشرعية وعودتها من الرياض واستعادة عدن، كان هناك مشروع لما يسمى تدريب المناطق الجنوبية على تسيير ذاتها باستقلال عن المناطق الشمالية، لأنهم يدركون أن المخلوع صالح أفرغ المؤسسة العسكرية في المناطق الجنوبية، أفرغ المؤسسة الأمنية، تم السيطرة، بالتالي أصبحت أي إعلان فك ارتباط بحاجة إلى قوات مسلحة، بحاجة إلى مؤسسة أمنية، بحاجة إلى مؤسسة من أبناء المناطق الجنوبية. هم في هذه الفترة خلال العام تم تدريب لحد ما لتحقيق ذلك المشروع الذي هو يتعلق بهذه المدن تكون قادرة على تسيير ذاتها باستقلال المناطق الجنوبية، وتم ترجمة ذلك عملية من خلال توقف العملية العسكرية وعدم تقدم المنطقة الرابعة أمام صمت من السلطة. لذلك نحن الآن رجعنا إلى عندما طلبنا منذ سنة من خلال هذا الاستوديو بعودة الحكومة، كنا نقول بالهدف بماذا؟ هدف هو اتساق الحركة الوطنية، الهدف هو إيقاف هذا المشروع الذي سيؤدي إلى فقدان الشمال والجنوب كما نحن نفكر. لذلك الآن من خلال حديث الضيفين معي وجدنا أن هناك ما يسمى بالسلطة المتشظية، هناك الرئيس بشكل مستقل، النائب مستقل، الرئيس الحكومة، الوزراء، قوة التحالف، رئيسة الأركان، المحافظين، المقاومة. نحن أمام سلطة غير مجمعة، يعني الآن يتحدث مع من يخاطبه؟ لذلك نحن في مرحلة ما يسمى تجميع الدولة عمليا وسياسيا، عدنا إلى مرحلة ينبغي علينا في هذه المرحلة المتشظية أن يتم تجميع السلطة. لذلك على رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية أن يتحرك بشكل يومي وبشكل يجمع السلطة السياسية ودلالتها لديه أو نائب الرئيس، وبالتالي عندما يتم التخاطب أو توجيه الأوامر ينبغي أن تكون متسلسلة وفقا لهذه القاعدة. الآن نحن أمام رئيس جمهورية غائب، لا نسمع عن متابعته اليومية حتى وإن كان يتابع، لكن المواطن ونحن بحاجة إلى هذا الوجود الذي يرسخ في الذاكرة أن هناك من يعمل، هناك من يعمل وهناك من يصدر أوامر. نحن الآن نتحدث عن رئيس هيئة الأركان منعزل في منطقة الجوف في عدن، نحن أمام محافظ لاحق، لا أدري هل يتبع المحافظ أو يتبع رئيس الجمهورية أم هو شخصية مستقلة، لا أدري. هناك قوات مسلحة، هل تتبع رئيس هيئة الأركان أم هو أو تعزكية مستقل؟ هذه كلها أسئلة. الوزراء حتى الآن كل شخص يعمل منفرد دون هذه الحكومة المتكاملة. لذلك سنعود إلى مرحلة ما يسمى بتجميع السلطة وتقليص الصلاحيات للقوة التقليدية والمقاومة لكل هذا الكيان، بحيث هذا علم الاجتماع يتحدث ينبغي أن نجمع السلطة ودلالة الدولة في شخص رئيس الجمهورية أو النائب، وينبغي أن تمر الأوامر لهؤلاء، وبالتالي علينا أن نجيب قبل ذلك وبالتوازي مع ذلك الإجابة لماذا هذا الصمت المنطقة الرابعة على ما يحدث، لماذا يتم منع المواطنين، وينبغي على كل المواطنين أن يعلموا بوضوح وبصراحة دون تغطية. نحن تحدثنا عن الإمارات وتحدثنا عن إخراج المواطنين من أبناء المناطق الشمالية بوضوح، ولا نخشى أحد. نحن في منطقة في لحظة تاريخية حرجة، ونحن أمام مستقبل الشعب اليمني. نعم. الحديث بدبلوماسية، الحديث دون كشف الجرح وتنظيفه من الداخل يعني أننا رايحين له. بالتالي على رئيس الجمهورية أن تحمل مسؤولية، علينا أن نجمع السلطة وأن يصبح هناك قرار سياسي
سياسي متصل على الحكومة أن تتجمع عسكرية ومدنية واستخباراتية في عدن حتى يشعر المواطن أن هناك كيان. اثنين، هذا الكيان الذي سيتحرك من عدن يستطيع أن يستعيد بقية المناطق، وأنا متأكد وأقولها بوضوح لن نصل إلى سلام مستدام من خلال مشاورات الكويت مهما كان الضغط الدولي. إذن أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان، مع الأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. إذن مشاهدين الكرام، أشكركم على حسن المتابعة والإنصات لهذه الحلقة. في ختام يتقبل تحياتي أنا وجيه السمن وتحية طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.